في هذا الفيديو ستشاهد مقارنة بين مواصفات هاتف ريلمي جي تي 5 برو ضد هاتف شاومي ريدمي كي 70 برو مع الأسعار في السعودية والعراق ومصر. موعد نزول الهواتف. الأبعاد والوزن. هاتف ريدمي يكون أنحف وأخف وزناً من هاتف ريلمي. الشاشة. حجم شاشة ريلمي أكبر وتغطي مساحة أكبر من جسم الهاتف وتتميز بإضاءة أعلى وتتفوق بسلاسة الحركة. أما شاشة ريدمي تكون بدقة أعلى وعدد البكسلات أكثر وتدعم الوان أكثر. النظام. نظام أندرويد 14 مع الهاتفين وهو أحدث إصدار من نظام أندرويد. الذاكرة. ذاكرة التخزين متشابهة الحجم بين الهاتفين وأيضا تتشابه في النوع وهو نوع ممتاز الأداء. يتميز هاتف ريدمي بحجم رام أكبر وكلاهما لا يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية. لدعم الفيديو سجل إعجابك. أداء المعالج. المعالج متشابه بين الهاتفين وهو أقوى معالج لهواتف الأندرويد. البصمة. البصمة تحت الشاشة في الهاتفين. البطارية. حجم بطارية هاتف ريلمي أكبر ويتميز بدعم الشحن اللاسلكي السريع، أما هاتف ريدمي يكون أسرع شحناً سلكياً. مقاومة الماء. هاتف ريلمي مقاوم للماء والغبار. معلومات تقنية. يتميز هاتف ريدمي بدعم تقنيات الصوت APTX، أما هاتف ريلمي يدعم إصدار USB أحدث. الكاميرا.
السيلفي. السعر: هاتف ريلمي يأتي بسعر 800 دولار تقريباً، أما هاتف ريدمي يأتي بسعر 500 دولار تقريباً. وهذه قائمة تحويل أسعار الهواتف إلى عملة السعودية والعراق ومصر. ولمشاهدة مقارنات أكثر، أدخل إلى القناة ولا تنسى الاشتراك فيها لتصلك الفيديوهات مباشرةً.